العشرة وتسعة دقائق على اف ام احلى راديو. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. وعنا بحري عنا وعنا بحري عنا وعنا بحري. مايش عملت لهم في البوز هذوما؟ خمست عليهم بخرت لهم بالعشرة وعشرة دقائق قريب العشرة وعشرة دقائق علي في محل راديو. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية ومازلنا مكملين معاكم حتى ال 11 تاع الصباح كما العادة. ونتاكل لا مازال قبل تستور نتاكيو الساعة الثانية بالملف نتاعنا في سمعنا. سمعنا كيف نحكيه على جمعية الصيادلة اللي صرحت البارحة أنه الصيادلة مستعدين للمشاركة في حملة التلقيح ضد الكورونا بأسعار رمزية. حكاية التلقيح والانخراط الصيادلة في الحملة مطروحة منذ شهرين تو تقريبا عرعود. نحن حبينا نتحصلوا على مباشرة على الجهة الرسمية المسؤولة على الملف هذا. معنا مباشرة سي وليد بوبكر أمين ميل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعني لوردر دي فارماسيان. صباح النور سي وليد. الو سي وليد صباح النور. قص علينا سي وليد نعاودو نكلموه. قلت لك عرعود نحكيو على الصيادلة اللي صرحوا البارح جمعية الصيادلة صرحت البارح انه الصيادلة مستعدين للمشاركة في حملة تلقيح ضد الكورونا بأسعار رمزية. هو السؤال يطرح نفسه بحري، كيفاش باش يكون التلقيح وكيفاش باش يصير معناها هذا الكل التمشي؟ تعرف انه بالطبيعة يستحقوا مناشير معناها رسمية من الإدارة الرسمية ولا الجهة الرسمية، وزيدا كيفاش باش تتم العملية وشن هي اللوجيستيك. شكرا لك. نحن معنا سي وليد بوبكر أمين ميل المجلس الوطني لهيئة الصيدلة لوردر دي فارماسيان. صباح النور سي وليد. مرحبا بك يوسف، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي فهم. شكرا لك سي وليد. نبدأ بالتصريح رئيس جمعية الصيدلة ناظم الشكري اللي يقول فيه البارح أنه الصيدلة اللي معناتها العاملين في القطاع الخاص مستعدين للمشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الكورونا. ما مدى صحة المعطى هذا بالضبط؟ يوسف أولا خليني في البداية نترحم على شهيد الواجب في فرحات بابان الله يرحمه، بدلني في المروج اللي توفى جراي فاتو بالكورونا، ونضاف القائمة طويلة من الصيادلة اللي غادرون جراي الزيادية الله يرحمهم. الله يرحمهم. وتحية شكر وتقدير للجيش الأبيض الصيدلاني ولمعاونيهم اللي قاعدين في الصفوف الأمامية ومعطين رواحهم بالخطر. الله يرحمهم، وإن شاء الله ربي مع الصيادلة للكل كما قلت أنت اللي في الصف الأول ضد الكورونا. بارك الله فيك. احنا تم الاتصال بينا من طرف وزارة الصحة. الحكاية هذه بدأت في بداية شهر ماي، طلبوا منا الانخراط في المجهود الوطني للتلقيح، إمكانية الانخراط وبدون أي تردد وفقت الهيئة الوطنية للصيادلة والنقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، هذا وافقوا على الطلب هذايا بدون تردد. والصيادلة يعتبروا أنفسهم جنود تحت ذمة الوطن ولديهم أداء الواجب عندما تقتضي الظروف أنهم يخدموا الصحة العامة المواطن. دونك انعقدت عدة اجتماعات تقنية وتو نحطه في اللمسات الأخيرة باش ننطلقوا عن قريب إن شاء الله في العملية التلقيح في الصيدليات. كما قلت لك سي وليد، تصريح لرئيس جمعية الصيدلة ناظم الشكري يقول فيه البارح أنه الصيدلة العاملين في القطاع الخاص مستعدين للمشاركة في الحملة الوطنية ضد تلقيح فيروس الكورونا. يقول زادة اللي معناتها يتوفر تطعيم أكثر من 7 ملايين شخص في شهر إذا كان الصيدلة يلقحوا 100 مواطن كل نهار. هل ممكن بالحق نوصلوا للرقم هذا بالسرعة هذه؟ معناتها عملية التلقيح في الصيدليات باش تكون اختيارية، يعني أنه الصيدلي اللي عنده الإمكانيات اللوجستية نجم ينخرط طوعا في العملية، ماهيش باش تكون متوفرة في الصيدليات الكل راه. وجمعية الصيادلة ماهيش حاضرة راه في الاجتماعات مع وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للصيادلة والنقابة هي الممثلين اللي يتناقشوا مع وزارة الصحة. دونك العملية باش تكون اختيارية، مش الصيدليات الكل باش تكون متوفرة فيها تلقيح، ثم إمكانيات لوجستية معينة لازم تتوفر في الصيدليات، ولازم كل صيدلي ينجم كيما ينجم ينخرط كيما ما تسمحلوش الإمكانيات باش ينخرط، فهمتني؟ دونك لي شيفر هذوما ما نتصورش باش يكونوا موجودين، فهمتني؟
ما همش باش يكونوا موجودين حسب قولك سي وليد ابو بكر امين مال المجلس الوطني لهيئه الصيدله، يعني معناتها من بعد ما صرح في الموضوع هذا، خاطر هو يقول 7 ملايين شخص في شهر، معناتها انت تقول هذا كان الصيدله الكل يوليوا يلقحوا ولا لا؟ مش هذا، مش ممكن معناها هذا، ما نتصورش مش ممكن، مش الصيدله الكل. اول حاجه التلقيح بيتهم مش موجودين، وما الجمعيه ذي ما فهمش تنسيق معاكم انتوما كاوردر دي فارماسيان قبل ما يقولوا الكلام هذا؟ لا لا لا، الصيادله مسؤولهم مثلهم الهيئه، وال والصيادله الخواص مسؤولهم النقابه نتاعهم. دونك ذي تصريح نتاع 7 ملايين باش يلقحوا في شهر، ذي صعيب شويه، خط اول حاجه تلقيح مش موجودين. ثاني حاجه مش الصيادله الكل باش ينخرطوا في العمليه، دونك احنا باش نحسوا باش نشجعوا الصيادله المعظم، معناها باش نشجعوا الصيادله باش ينخرطوا في العمليه، اما ما همش الكل باش ينخرطوا، معناها توا المواطنين ما همش باش يمشيوا للصيدليات الكل باش يقولوا فهمت معناها عندك التلقيح ولا القحط، لا، فما صيادله باش تكون العمليه سامحوني اختياريه، واللي عنده امكانيات لوجستيه وبرشا شروط لازم تتوفر هذاك باش ينخرط، والعمليه معناها دونك باش تكون اختياريه ماهيش في الصيدليات الكل. دونك ما نجموش نصرحوا نقولوا راه فما 7 ملايين تونسي باش نجموا نزرقوا في شهر. وهنا يا سي وليد معك علي، حبيت نسالك بالله معناها وقت اللي قعدتوا مع وزاره الصحه تقريبا وقتاش نجموا نلقاو انه الصيدليات ينخرطوا في عمليه التلقيح؟ وكيفاش نحكيوا على اللوجيستيك، خاطر انا كنت نسمع فيه قلت مثلا انه مش كل الصيدليات باش تكون قادره باش تلقح للعبيد، شنو هي الحاجات اللي لازم تتوفر في اللوجيستيك نتاع الصيدليات باش ينجموا ينطلقوا في عمليه التلقيح؟ فما امور، فما اول حاجه قلت لي تقريبا وقتاش ينجموا ينطلقوا، هذا اول سؤال. اي وقتاش ينجموا ينطلقوا؟ والله وقت اللي تكمل، فما لمسات اخيره فما لمسات اخيره قاعدين نعملوا فيها مع وزاره الصحه. اول حاجه انه المواطنين لازمهم ماناش باش نخرجوا من المنظومه نتاع ايباك، معناها ما نحبوش نلقاو رواحنا انه فما كميات نتاع تلقيح توفرت ويقولوا لشكون لقحوهم ولا شكون المواطن اللي خذاهم. دونك احنا طلبنا من وزارة الصحة انه تتعدى معناها بالسيستم ايفاكس، معناها لازم الشخص يقيد روحه ويجينا اس ام اس ولا اي حاجة معناها دو كونفيرماسيون من الوزارة باش نلقحوا له، باش هكاك نبعدوا على موضوع انه لازم يمشي وين مشات التلقيح وشكون لقحوه وشكون ما لقحوش. دونك باش نبعدوا الموضوع هذايا باش نخليه الكونفيرماسيون تاع شكون باش يلقح عند الوزارة. وهل سيكون مجاني سي وليد التلقيح ولا بالفلوس؟ الدولة هذه تقوم بالحملة الوطنية هذه للتلقيح بصفة مجانية في القطاع العام. وقت اللي طلبت منا باش ننخرطوا في الحكاية هذه نتاع التلقيح وطلبت تكون مجانية ما طلبتناش حتى طرف، معناها احنا معناها ديما راهو نلبيو الداء الواجب. واي حاجه نخدموا بها الصحه العامه المواطن ما نتردوش فيها حتى طرف، دونك باش تكون بصفه مجانيه كما طلبت الوزاره. وقت اللي الوزاره تبدل الاستراتيجيه نتاعها، معناها كان باش تعمل فاكسيناسيون العام الجاي وتكون بالفلوس، هذيك معناها امور اخرى. اما توا بالنسبه لتوا احنا موجودين وتطلب منا الوزاره نتاعنا واحنا في حرب ضد الكورونا وما نعطيه حتى شروط واي مجهود باش نرجعوا البلاد نتاعنا ونرجعوا الاقتصاد نتاعنا ونكونوا موجودين ولا بالنداء الواجب، وما عندنا حتى شروط وما عندنا حتى مزيان بلادتي. واضح سي وليد ابو بكر امين مال المجلس الوطني لهيئه الصيدله، حسب ما فهمت من كلامك يعني التلقيح باش يتوفر قريبا تصور في الصيدليات، مش الكل، فما صيدليات باش يتوفر فيهم التلقيح وفما شروط للصيدليات هذوما، وباش تقعدوا بمنظمه ايفاكس والفاكسان باش يكون مجاني للمواطنين. تفضل عرعو. جست حبيت نستغل مدام سي وليد حاضر معنا بربي، حبيت نسالك سي وليد على التحاليل السريعة اللي موجودة في الفارماسي. أول سؤال، هل أنه الفارماسي وقت اللي يعمل عندها مواطن تحليل ويلقى اللي هو بوزيتيف، هل يتم إعلام السلطة الإشراف بأنه فما حالات متاع إيجابية وإلى لي، وهل هذا قاعد يتم الاحتساب فيه في الأرقام اليومية وإلى لي؟ وعليش زيد السؤال الثاني أنه مش كل الصيدليات نلقاو فيها التلقيح السريع، التحاليل تحليل تحليل بالنسبة للتحاليل السريعة، فما سيتي مالادي الكورونا سيتي مالادي ديكلاراسيون اوبليغاتوار،
ووزارة الصحة حطت على ذمتنا انت بلاتفورم دي ديكلاراسيون. دونك انت كان لاحظت النومبر نتاع الكا بوزيتيف تعدى من تقريبا من 1700-1800 خلط حتى تو 10000. هذا باش تفسروا بالتحاليل السريعة اللي معناها بعض هذوما تعديت مش كان عند الصيادة، راه موجودة عند الصيادة عند الأطباء وعند المخابر التحاليل وزاد لي ميدسان ترافاي بالنسبة للسوسيتي وكل شيء. دونك هذوما عندهم واجب التبليغ، وواجب التبليغ مش كان على الكابوزيتيف، راه التحاليل الكل معناها الصيدلي والا لي بروفيسيونيل دو سونتي اللي سميتهم لك هذوما الكل. بعد ما يقوموا بالتحاليل يدخلوا للبلاتفورم ويدخلوا البيانات نتاع المواطنين اللي عملوا التحاليل الكل ويديكلاريو بوزيتيف والا نيجاتيف. وفي صورة ماسي وليد يتبيع التحليل، لأنه يعني التحليل تنجم تروح به للدار تعمله وحدك خاطر قاعد يتبيع للعبيد. في صورة أنه إنسان عمل تحليل ويرقى روحه بوزيتيف في الدار، شكون يعلم؟ أول حاجة هذه رأي العملية ماهيش نتاع باش خرجت لهيئة بلاغ عدة بلاغات تمنع الوزارة، لاريتي نتاع الوزارة يمنع أنه هذه تكون تتباع للمواطن. هي معمولة باش يخدموا بها لي بروفيسيونيل دو سونتي على خاطر فما اون ديكلاراسيون اوبليغاتوار ديريير. والله يريت انا حتى برشا حاجات في الفيسبوك ريت فيديو نتاع ناس خدام ما عرفش مين خدام حتى كيفاش يقوم بالتحليل هكا يدخلها يعمل بريليفمون نازال مش نازو فرنجي حتى يبدا غالط معناها مش صحيح حتى كيفاش يعمل بريليفمون غالط. دونك انا السيركوي ديستريبيسيون هذا مازال ماهوش هو نورمالمون اي تمام. خاطر حقيقة سي وليد راه قاعد يتبيع للمواطنين. نحكي لك على تجربة خاصة، أنا عندي دو تيست في الدار تو معناتها فهمت، نشري يتشري من الفارماسي فهمت. من المنبر هذا نزيد نذكر الصيادلة ونذكر مش كان الصيادلة، فما حتى الوزارة زاد لازمها سيركيت ديستريبيسيون تنظموا أكثر على خاطر تو قاعد نشوف اللي أبار حتى فما كيلكو رار كاف الصيادلة اللي مازالوا ما عبرهمش بالحكاية ولا ماهمش فاهمين بالكدا الموضوع. اللي راهو التست هذايا ما يتباعش لا المواطنين ولا الانفيرميري ولا حتى بلاصه، راهو لازم الصيدلي يقوم به وحده والا هو يبيعه للي بروفيسيونيل دو سونتي اللي هما الطبيب ميدسان ترافاي الطبيعه مخبر التحاليل هذاك زاد عنده ينجم يشري ديريكتومون وهما اللي يقوموا به وهما من بعد في اخر اليوم يعملوا ديكلاراسيون. وهوني حاب نحييهم، حاب نحيي جميع البروفيسيونيل دو سونتي بالاخص الصيادله اللي حسب الشيء في التوليجيون من الوزاره انهم فئه كبيره معناها تنجم تقول اكثر فئه قاعده انخرطت وقاعده تكلاري في الكا بوزيتيف وكل شيء هما الصيادله، واللي حطت تحت ذمه وزاره الصحه معناها ولات عندها دي دوني بالكدا سيبلي في البلايص الكل ابري بيانات حسب الكا بوزيتيف اللي تعداو كيما قلت لك من 1700 تقريبا 10000 راهم هذوما اللي شفت كانوا موجودين قبل راهو، اما تحاليل ما كانتش موجوده فوالا لانه كثروا لي تيست. شكرا لك سي وليد ابو بكر امين ميل المجلس الوطني لهيئه الصيدله. جست اخر سؤال نختم به، كهيئه صيدله في تونس وين وصلتوا في الموضوع نتاع التلقيح في الصيدله؟ في طور متقدم برشا معناتها قريب باش تولي في الصيدله ولا مازلتوا مع الوزاره في نيغوسياسيون؟ ليه ما عندناش احنا ما عندنا حتى شروط، جست فما امور تقنيه جست اللقاحات لازمها تتوفر. جست كان تعطيني قداش وقت مازال اكاها والله باش يتمان التونسي يقولها وتقدمت الحكايه فهمت، معناتها مازال شهر مازال ثلاثة جمعات مازال يمكن نعرفش يمكن في اخر الشهر هذايا ولا بدايه الشهر الجاي نجم يكونوا موجودين في الصيدليات. انت والتلقيح انت ونوع التلقيح اللي باش يجي، خاطر مش كل التلقيح نجم يمشيوا للصيدليات. نوع نتاع الكونسيرفاسيون هذاك موان 20 وموان 80 معناها اوني با ايكيبي باش نحتفظوا به. دونك فما انواع نتاع تلقيح معينه تنجم تجي للصيدليات، دونك هذايا مربوط برشا عوامل، وقت اللي تتوفر العوامل هذه كل احنا تحت ذمة الدولة هذه إن شاء الله. ومرحبا شكرا لك،
شكرا لك سي وليد بوبكر امين الميل المجلس الوطني لهيئه الصيدله، يقول يمكن التلقيح يكونوا في الصيدله مش الصيدله الكل علي بطبيعه، يمكن في معناتها بعض الصيدله يكون فيهم التلقيح في اخر شهر جويليه وتوليو تلقحوا في الصيدليات قبل معناتها ما تلقحوا لازمكم راهو تقيدوا في www.evax.in، لانه سي وليد بوبكر قال راهو باش نخدموا عادي معناتها مع المنظمه مع المنظومه نتاع ايفاكس. نمشيو للاليرت انفو ترافيك جينا لوفا ومن بعديك نرجعوا عندنا تيستور اليوم، شوفوا شكون باش يهز البطوله نتاع الجمعه هذه. 28 دقيقة نكملوا نصيف ساعة ذي ما بعضنا حتى ال 11 متاع الصباح، نحن عنا روبريك لهنا اللي متابعينا من أول نهار من هالاثنين تيستور نعرفوا بها شكون مثقف على أخوه، هل دوبلكشي والأصوات الغريبة اللي عبالها البارحة مش أصوات غريبة وربحت على أخوه، أما كي تبدأ نسبة الأسئلة 70% رياضة كهو وقته بتبيع لازمه يرب عندك الحق، دخلني في الرياضة عندك الحق خويا عامل عريضة عامل عريضة نتقدم بها وبشكي نشوفوا الأصوات الغريبة اللي عملها في تيستور خويا دالي مش نورمال، يدي راي تقلق المستمع الاصوات هذي برشا ناس خسرناهم احنا بالاصوات نتاعك كان صارت حاجه وكان عم حبيب تعرف من شكون. يلا نمشيو لتيستور. السؤال الاول يقول بسم الله شنو هي المتحف اللي فيه اكبر مجموعه فسيفساء رومانيه في العالم؟ باردو واحد شيء خويا دوبلكشي. المتحف الوطني بباردو هو المتحف التونسي موجود في مدينة باردو بالطبيعة، وهو المتحف اللي فيه اكبر كوليكسيون تاع فسيفساء رومانية في العالم. جدار برلين قسم المانيا لزوز اجزاء، شنو هي تسمى؟ شمالية وشرقية. برافو، ماهيش شمالية وشرقية، جنوبية و شمالية وغربية. شمالية وغربية دوبلكشي اثنين بشاي، ماهيش شمالية وشرقية، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. جدار برلين كان جدار طويل يقسم ألمانيا زوز أجزاء وهما الجزء الشرقي والجزء الغربي. طاح جدار برلين عام 1900 بونوس هذا 1989 حتى البونوس ما كنتوش قدو مش الفار يقول دالي غالط، فيش غالط؟ ما قالش الغربية، قلت الغربية. لا ما قلتش الغربية، ما قالش. لا ما قالش، قال لك ينحيوا لك البوان نتاع الكيستيون هذا دالي واحد بشيء. بين أناهم قارات موجود البحر الأحمر؟ عاود لي السؤال ما سمعتش. بين أناهم قارات موجود البحر الأحمر؟ ما بين القارة الآسيوية والأوروبية. برافو عرعود، واحد واحد. بين القارة الإفريقية والآسيوية البحر الأحمر موجود لا ميغ انتيغ كونتينون تال. فوالا، حسيت روحي بروف على فكره اللي ما يكملش الجمله، تعرفوك البروف اللي ديما ما يكملش، وهو كان اللي تديون اللي ما يخلط كان على اخر كلمه. صحيح، ولا اللي تديون اخر كلمه يقول. شنو هي البيس اللي لازم نحميوها في لعبه الشطرنج؟ الاميره، الامير، القلعه. لا مش القلعه، الملك، لاغين، الملك، الملك عند عرعود اثنين بواحد. الملك اللي ما لازمهاش في اللعبه، لازم نحميوها في لعبه الشطرنج، الملك. اون بليس نلعب شطرنج. اي لطف عليك، من وقت اشتغلت الطاوله هذيك راهي بالفلوس. شنو هي الخمسه دول اللي مع بعضهم يمثلوا تقريبا خمس مساحه افريقيا؟ اسيا. قلت لهم مساحه افريقيا، قال لي اسيا. شنو هي الخمسه دول اللي مع بعضهم يمثلوا تقريبا خمس؟ تونس، الجزائر، وليبيا، والسودان، شو اسمها يا ربي؟ تيسكت تتكلم. الجزائر، مصر، تونس، المغرب. انا تكلمت له، ليبيا. هو تكلم له، هو تكلم له اللي انت قصيت عليه ومهمشت. اعطيني الخمسه دول. ليبيا، الجزائر، المغرب، وموريتانيا اللي هو المغرب العربي. تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، وموريتانيا. شكون البوان لشكون؟ قد ما تحسبش البوان حتى حد، عندكم الحق. الزوز الاجابه نتاعكم صحيحه، هي المغرب العربي. مساحه افريقيا هي 30415 مليون كيلومتر مربع. مساحه المغرب العربي هي 5.7 مليون كيلومتر مربع، دونك خمس القاره الافريقيه. من البلدان هذوما انا هي البلاد اللي ماهيش على حدود فرنسا؟ موريتانيا. مش نورمال، ولا على الفاز هذي نورمالمون نحيو لو بوان. بولونيا، اسبانيا، او المانيا؟ بولونيا.
بولونيا 2-2 دالي. لا كنا 2-2 لا لا كنا 2-1 كنا 2-1 العرعود 2-2 تاو فرنسا هي بلاد اوروبيه بالطبيعه البلدان اللي على حدودها هما بلجيكا لوكسمبور من الشمال الشرقي المانيا وسويسرا جهه الشرق وتحدها في من جهه الجنوب الشرقي ايطاليا وموناكو موناكو برينسيبوتي في وسط فرنسا ومن جهه الجنوب الغربي تحدها اسبانيا والاندور عارفوا الاندور كيف كيف تابع اسبانيا قريبها لاسبانيا مش تابع اسبانيا شي يتغشى علينا جماعة الاندور. شنية تتسمى الرقصة الشهيرة متاع مايكل جاكسون كي يحرك ساقيه التالي كأنه بش يزلق لا لا مشتيح والفازات والليكور متاع لي دونس بلي استنى المول فاتوا فات الوقت فات الوقت مولي مولا 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 لا والله نعرفها فات الوقت خمسة ثواني انت صحيح صحيح انتهيت الخمسة ثواني المون وولك المون وولك مايكل جاكسون المون نتاع الدانس هذايا تشهر به مايكل جاكسون المون وولك شكون اول شخص حط ساقيه في القمره أرمسترونغ برافو دالي 3-2 وينك علي اليوم مكش موجود مانيش على القمر مكش على الارض مكش على الارض اليوم مكش على القمر 3-2 دالي لعبه كاسحه اليوم اليوم نذكر للمستمعين راهو اللي باش يربح هو اللي باش يربح البطوله نتاع الجمعه هذيا وباش نهزوا يبحر كيوف الكونفيرما هز دالي ما نجاو شنو هي الرياضه اللي مارسها مايكل جوردن باسكت لا انا الاول بصراحه 4-2 الدالي كان يلعب كره سله مايكل جوردن في الان بي اي اللي هي الناشونال باسكتبول اسوسيشن وهو اشهر لاعب كره سله في العالم تولد عام 1963 لعب حياته الكل في شيكاغو بولز اما مازال قداش من سؤال مازال الزوز اسهل اخويا عرعوت نجم تعدل به ركز بالقدا بالقدا وفي معناتها يخص مايكل جوردن مايكل جوردن فما سيري مزيانه برشا اسمها The Last Dance تلقاوها على نتفليكس ولا تنجموا تتفرجوا فيها بارتو موجوده The Last Dance اللي تحكي على كارير مايكل جوردن اللي هو اعظم باسكتور تخلق في الـ في الـ تاريخ في الكره الارضيه في تاريخ الباسكت شكون اللي مصور على ورقه دولار اي سهله دي. علي رئيس امريكا لو لا الرئيس تاع رئيس امريكا لو رئيس امريكا لو برافو بوش لا بوش رئيس نضرب راسي عليه ليه مش أي. بوش استغفر الله اسم العاصمه اسم العاصمه واشنطن واشنطن شكون جاوب الاول دالي دالي ربحت تستور الجمعه ذي برافو خويا دالي كافيو نوريكم الروح الرياضيه برافو مبروك لي دالي لا عاد لا عاد اجا مازال سؤال مازال سؤال بزوز نقاط سؤال بزوز نقاط نجم تعدل لا, لا حتى بزوز نقاط ما نجمش يعدل لما نروح الرياضيه لا نجم يعدل نجم يعدل بيناتهم زوز لا بيناتكم زوز نقاط الفار يقول له ثلاثه هو يقول زوز لا لا انا نقول زوز انا هو انت يعني ماتور برنامجك البرنامج برنامج شكون غنى بيلا بلا شو اسمه لا لا تشاو بلا تشاو لا 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 متر جيمز برافو دالي متر جيمز لا اقعد خمبوس الاخر على اربع بس البرنامج اقعد مش سؤال بس البرنامج نحن خويا علي والله انا تشرفت اني لعبت معاك الجمعه هذيا يا ابو غنجة كان تسمع فينا راهو البارح ماريفز دروسه لوكتوب اللي بعثتهم له ابو غنجة بوزيكتيف البارح كيفاش ريفز لي معنا مازالوا تسع جمعات في البرنامج هذا نجم راك ترجع في كل جمعه وربحك جمعه بشيء قلت لك ريمونتادا البارح ولا انسيت ازيرو الخونا دوك ولي نحضر الاسئله تو نعطيو نبعث لك الاسئله في الليل مش مشكله كالعاده الوقيت هذايا معنا حطاب حمدي يهزنا بلايس هكايا مزيانة ويحكي لنا عليها بأكثر تفاصيل في تبحبيحة تبحبيحة حتى بونجور صباح الورد شباب صباح الفل الحمد لله ان شاء الله جمعة مباركة للناس الكل إن شاء الله يا ربي ربي يشفي جميع المرضى وربي يحمي بلادنا احنا فريمون في سيتياسيون كريتيك برشا لكن قاعدين نحاولوا كمان نخزر القدام قدرة ربي باش تقعد البلاد واقفة
وحاب نقولها يا تونس قوم إلي طون توا اقف واحنا معاك. دونك ان شاء الله اللي جاي مخير وان شاء الله يا ربي يعطينا القوه الناس الكل وننهضوا ببلادنا كما نقولوا ونقدموا بها ونخرجوا من السيتياسيون اللي احنا فيها ان شاء الله. ان شاء الله نحس في السيتياسيون شويه العباد كلها شويه ديموراليزي نحب نقولوا احنا اوموا احنا او قاعدين نعطيو في حاجه بلوس نحبوا الناس الكل كيفنا يا خويا عندك حاجه عندك اون انرجي بوزيتيف باش تنجم تعطيها فازي اوني لا اجا نحكيو مع بعضنا اجا هات نعملوا ايشانج او انا نحكي لكم على البلايص انتم قاعدين تحكيوا على حاجات مزيانه يزي رانا قاعدين ماشيين في اثنين تاع ديبريسيون ما نحبوش نوصلوا لها ان شاء الله ليه ان شاء الله ليه وان شاء الله ان شاء الله التوانسه قدره ربي اللي جاي ماخير وي ان شاء الله التوانسه الكل خاصه خويا حطاب يلتزموا بالاجراءات هذيا خاطر للاسف قبيله جاتنا صور من البياج نتاع مورنيك معبي برشا 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 ما نتصورش العباد هذوما الكل قاعدين ما انت ماشيين يخدموا فهمت خويا فهمت ايش نقصد ان شاء الله يلتزموا بالبروتوكول الصحي راهي شده وتزول كما نقولوا نحن راهو باش نتعديو هالمرحله هذيا وان شاء الله باللي زونت بوزيتيف وبالبلايص اللي تهزنا ليهم خويا حطاب حمدي اليوم باش نحكيو على واد القصب في حمام الغزاز افكتيفمون افكتيفمون نحب نحكي لكم على واد القصب اللي هي فريمون سي انا مور للعباد اللي تعمل كامبينغ الكل الناس الكل معناها اللي مشات وكامبيت في واد القصب باش تقعد ديما تحن لواد القصب وتقعد تحلها على خاطر وتقعد تحبها علاش؟ خاطر واد القصب فيها حاجه سبيسيال عندك غابه على البحر هي ديجا واد القصب تابعه حمام الغزاز، حمام الغزاز تابعه قليبيا. دونك العباد اللي تحب تمشي لواد القصب تمشي على قليبيا تفوت تلقى حمام الغزاز، بعد حمام الغزاز باش تلقى على اليسار اداره الغابات على اليمين فما مدخل يدخل لواد القصب. يعرفوها اولاد المنطقه والعباد اللي تجي من برا الكل يعرفوها واحنا هوني مشغولين باش نعرفوا الناس بها البلاصه. واد القصب راهو فيها سنتر دو كامبينغ يوفر فيه برشا حاجات ما مانيش نحكي عليه، لكن نحب نقول للعباد اللي تحب بلوز اوموان كونفور وتحب تجرب الكامبينغ فما دي ديستيناسيون بيان ديترميني تو يجي نهار ونحكيو عليهم. مي تو خلينا في واد القصب وهو فتح بحبيحة في واد القصب. اول باب الكاليتي نتاع الصابر نتاع واد القصب راهي سبيسيال برشا. واد القصب فما اثار تحل على البحر. البحر في المدخل نتاعو باش تلقى كوتي على اليمين فيها رمل وكوتي على اليسار فيها شويه حجر وانت اختار وين تحب تعوم. الماء نتاعو صافي بالنار صدقني يعني نقول لك راك ترمي 100 فرنك قدامك تخلط عليه. واد القصب في حاجه سبيسيال غطستو نتاع الصباح. عندي جمعه نحكي لكم على ليكوشي دو سولي. وتعرفوا ليكوشي دو سولي شنو هو الامباكت نتاعهم على نفسيه البشر. بيان سور. باهي. مالا صاحبي مالا لوفي دو سولي شنو هي الامباكت نتاعو؟ تعرف تبدا نهارك بلوفي دو سولي كيما المنظر اللي نعرفه انا في واد القصب واللي نحب نبارتاجيه معاكم. نحب الناس ال ديتيكت لي سونساسيون من صوت اللي ومن الكلام اللي قاعد نحكي فيه راهي حاجه فريمون صدقني انا بعث لكم تصوير عاملينها بالتليفون مزيانه برشا تصاور مزيانين برشا برشا بالتليفون راهو صورنا لو فيت سولي من الاربعه ونص خمسه نتاع الصباح تبدا الشميسه تطلع عليك وهي قاعده تقول لك بونجور بونجور لا في بونجور يا مزيان برا فازي ابدا نهارك حارب ما تخممش رانا راهو مازال الخير ومازالت البركه وباذن الله لاباس مادام فما شمس قاعده تطلع صاحبي الغول مادام فما نهار جديد مادام فما حاجه مزيانه قاعده تصير اي سيرتو في تونس دونك قلت لك الشميسه تطلع عليك سخنت شويه والشميسه قويت عليك ودخل الغابه غابه بالكالاتو سيدي فيها نسمه مزيانه برشا فيها وين تعلق الاماكن تاعك فيها وين تقعد فيها وين تطيب فطورك كان تحب ولا تي باس لا جورني ما بين الغابه والبحر وتعيش دي سونتيمون ما نتصورش كان باش تلقى كيفهم علاش على خاطر كل بلاصه وحاجه سبيسيال نتاعها واد القصب فيها حاجه دو بلوس في الليل شفتها راهو الكونتيتي نتاع لي زيتوال فيلونت اللي تنجم تراهم في واد القصب انا بيرسونيلمون ما ريتهم في حتى بلاصه اخرى لي زيتوال فيلونت معناها فريمون العباد اللي كروشها كبيره سامحوني عندها برشا امنيات مش امنيه واحده تمشي تنصر في واد القصب وتبدا تتمنى هاكا ربي يعطي خير وما تخافوش مش تقعد تترصد ليله كامله تتعديش ايطوال فيلونت مش تتمنى حاجه واد القصب تعطيك بوسيبيليتي باش تتمنى اللي تحب عليه ما تقلقش برك ان شاء الله خويا انا جانفيت كل موند باش يمشي ويزور واد القصب راهي حاجه باهيه برشا وراهي راهي در من درات بلادنا وراهي النعمه عطيها لنا ربي في تونس كيما البلايص اللي حكينا عليهم الكل هذوما الكل نعمه من عند ربي نحمد عليهم ربي نقولوا يا ربي الحمد لله على تونس الحمد لله على نعمه تونس اللي احنا فيها ان شاء الله ربي يعطينا مخير ان شاء الله وي نخرجوا من السيتياسيون اللي احنا فيها بور بوفوار بروفيتي من البلايص اللي قاعدين نحكيو عليهم للناس الكل صحيح دونك يا توانسه استحفظوا على رواحكم يهديكم باش تنجموا تزوروا البلايص اللي قاعدين نحكي لكم عليها وقد ما تقعدوا عاقلين
قد ما انا واللي كيف ايتام نهزوكم لبلايس ما خير. اي خوي وعد وعد من عند حطاب حمدي اوكي قال لكم قد ما تلتزموا قد ما نهزوكم لبلايس ما ازين ان شاء الله نمشيو لهم وقت اللي الوباء ذا يكف علينا ونرجع ترجع حياتنا للسير العادي. شكرا لك حطاب وميرسي بوكو خوي. جمعة مباركة ان شاء الله يعطيكم الصحة الاولاد نحبكم ديما هكاكا ربي يفضلك ديما طاقة ايجابية وبرا نهاركم زين. نهارك زين خوي نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين مع حطاب حمدي كل مرة يهزنا لبلايس مزيانين برشا في 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 تونس كل مره نكتشفوا بلاصه ازين من الاخرى في البلايص هذوما وعلي يقعد يتفرج في اي اف ام تي في ونقعد انا نوعدوا اللي باش نهزهم بعد ما يكملوا الخدمه كالعاده الوقايه هذه زيدا يكون معنا ضيف ضيف خفيف نظيف لقيت هذه المسرحي الكاتب المسرحي والممثل عنده اعمال مهمه برشا في المسرح للاسف التوينسه ما همش برشا مسرح اما عنده جمهور كبير كبير برشا في المسرح قرب اكثر للجمهور في التلفزه من نوبه اللي كان يا ما كانش رمضان السنه شو في كان يا ما كانش شو كل برنامج وشو كل الدنيا شو كل الانيماتور شو كل الكرونيكور والمعد نتاع الستنا في اليوم معنا الممثل الكبير بحري الرحالي في خفيف نظيف. خفيف نظيف. سي البحري شكرا لك على قبول الدعوة. يعيش بارك الله فيك. بارك الله فيك مع الاستدعاء. مرحبا بك سي البحري الرحالي، شنو أحوالك في الأوضاع هذه اللي تعيشها بلادنا؟ بالطبيعة نحب نسألك على أحوالك كيما التوانسة الكل نتصور باش تقول لي أما كيفاش أرتيست كبير كيف كنت تعامل مع الوضعية الحالية في تونس وفي بلادنا اليوم؟ والله أنا يعني نتعامل معك عن حجر كبير ومستحفظين على رواحنا ونعرفوا للخطر هذايا ما تنجم تحس كان انت ما تنجم ما نجمش تحس كل واحد اخر يعني دون ثم تحفيز كبري من طرف الاذاعات والتلفاز وشبه وشويه مسؤولين شبه مسؤولين انا قاعد نمرقوا شويه هكا على الوضعيه ان شاء الله نخرجوا منها ان شاء الله نخرجوا ان شاء الله نخرجوا منها في اقرب وقت. الاعمال سي بحري الرحالي في الوضعيه هذه خاصه في المسرح معناتها صارت كيما ستاغناسيون وقفت حتى الاعمال وقفت جمله مش ستاغناسيون وقفت جمله الاعمال هو يعني يعيش في حاله سمعات حاده يعني في اخر رمق تاع المسرحيين يعني تعب كبير عايشين تعب كبير ناس حاضره تخدمها صرفت عليها تمرن تعبت وبون حتى ما فماش ريكومبون شوف ما فماش تعويض من عند وزاره الثقافه للمسلمين حتى اوموان اللي نخرج من الحكايه هذه يرجع المسرح يدور هو بطبيعته المسرح ماهوش جاي مثلا حظ ومن قبل الجائحه هذه زادت على فين بلا زادت على فين بلا تعبين برشا المسرحيين تعبين برشا كما قلت في التقديم انا سي بحري الرحالي انه المسرح في تونس ماهوش يجلب في برشا جماهير عنده جماهير خاصه يتبعوا في المسرح كثر شويه الفلو على المسرح الاعوام هذيا الاخرانيه ولا قعد نفسه وتحسوا انت ولا كثره العباد وليتوا تشوفوا اكثر دي جون جي للمسرح وتتفرج نحكي على قبل الكورونا بالطبيعه والبريود اللي حلوا فيها المسارح قبل الكورونا وقت كنا حاليا احنا في الحمراء عندنا كنا نعمل في دي سي على مداشة على مداشة والمسرح بطبيعته هو سيليكتيف ماهوش يعني الجرون بيبليك نتاع الالات يتفرج يعني انا يجي فرسونتاج اللي حاجتنا به اللي حاجتهم به المسرحيين وصلوا له في عروض كانت تمشي له يعني ما نفس المسرحيات مهمة كيف يعني رغم ثم مسرحيات شعبوية كبيرة يعني ثم مثلا مسرح يجيو هنا قاعدين يتبعوا ونحن راضيين بها الأقلية هذه خاطر نحن هذيك هي المسرح خلق الأقلية مش الأغلبية يعني وضعية ثقافية معروفة وي وي المسرحيين يقولوا انه يحبوك المينوريتي هذيك اللي تجي تتفرج وهذوكم المتفرجين الصحاح سي بحري الرحالي المتفرج الصحيح المتفرج المسرحي خاطر هو ياخذ انيشيتيف باش يتنقل من داره للمسرح يتفرج يقص
ويشد الصف ويستنى ويناقش ويعطي رايه بعد العرض ويستنى مع الممثلين يعني منه ليهم الممثلين ما بيناتهمش يعني باللارج ولا بالكراود يعني يحكي معه وهذا واحد يجيب واحد يعني اذا كان يعني المتفرجين تبو شاوريه تتعدل المسرحيه الناس يجي يسمعوا يجيب. قبل ما نسألك على جديدك سي بحري رحالي تو 3 سنين هذوما مع عبد الحميد بوشنيق في النوبة الجزء الأول والجزء الثاني والبرفورمانس الرائعة في النوبة وسنة في كينيا ما كانش شو البرسوناج اللي كيما نقولوا نحن في لغة الديجيتال ولا ميمز معناتها يدور على لي ريزو سوسيو الكل البرسوناج هذايا ويتحط في البلايص الكل سيرتو بالوضعية السياسية اللي عايشوا فيها والوضعية هو يمكن جاء صالح للوضعية هذه بالذات اي الوضعية هذه بالذات جاء البرسوناج صالح العبيد اللي تمشي للمسرح تعرف البحري الرحالي العبيد الجران بيبليك عرفوا الأعوام هذه الأخرى شنو تبدل في الابروش متاعك ارتستيك تبدلت حاجات ولا قعدت هي نفسها بحري الرحالي هو بحري الرحالي متاع المسرح ولا تبدلت حاجات من بعد المسلسل والسكسي متاع النوبة خاصة المسرح ما تبدل شيء المسرح يعني هذاك الشيء نعيش فيها يعني انا نخدم مع مسرح حمراء يعني اختياراتنا واضحه وما غرفنيش الحكايه برشا يعني خاطر ماهوش يعرف روح ماهوش يجي يشوف الشوت بيرسوناج اخر انا هاولم سمباتيز مع الوحدة ثم ناس يجيوا بعد يعني يشوفوا بعد نجاح النوبة وثاني مكان بس يعني حب يشوفوا هل ترى الممثل وقت الدخل ميدان السينما وميدان السلب في المسرح ولا يلعب باسم النجاح السلب وإلا يلعب بالدور هذا ما يشوفوه المسرحيين الناس المتتبعين المسرح يقول انا رينا فوار مع الشيء اللي تعمل فيه في مع العبيد اللي راهو باش تمشي تتفرج في بحري الرحالي ان شاء الله كي يرجعوا للمسارح يحلوا يرجعوا يتفرجوا في بحري الرحالي في المسرح راهو ساريانا فوار باللي باش اللي شفتوه في النوبه وفي كان يا ما كانش فما يعني من البيرسوناج هذاك بس يجيني الجمهور هذاك البيرسوناج متعدد فما حاجه جديده قاعده تحضر في المسرح ولا في السينما ولا في التلفزه فما دي كوف ان شاء الله نخرج من المصيبة هذه ان شاء الله نطلع لاباس فما دي برومات حلوين فما مع التلفزه مع السينما سيرتو المسرح فما حاجات حضروا فيها ان شاء الله تحضر ان شاء الله نخرج ماناش قاعدين نتمرنوا اما قاعدين نخدموا عن بعد عن بعد. شكرا ليك بحري الرحالي كان معنا اليوم في ضيف خفيف نظيف شكرا ليك للانترفيو هذي المحلية على الاخر يقول بحري الرحالي انه راهو الممثل اللي تشوفوه في التلفزة وفي الشخصيات هذوكم راكم ماكمش تجيو ترقوه في المسرح ان شاء الله المسرح والاعمال ترجع خاطر وضعية الفنان التونسي خايبة جدا جدا عرعود صحيح واللي الوضعية متاع الفنانين اللي المسرح والتقنيين خاصة بخليه خاطر الممثلين ما همش وحدهم ديما معهم تقنيين وحتى الفنانين معهم موسيقيين ومعهم برشا عبيد اخرين للاسف اليوم بالوضع ماني الوبائي الحالي نجموش نعملوا حتى شيء ويقول سي بحري الرحالي انه الوزاره زاده ما عندهاش بديل للشيء هذا اللي يعيش فيه الفنان التونسي خلطنا الاخر حلقه في الجمعه هذه نهار الجمعه تستر ربحوا اخونا دالي سكرنا الجمعه الجمعه الاولى مازالوا 9 جمعات اخرين خويا عرعود ان شاء الله يا ربي جمعه مباركه للجميع بون ويكاند للناس الكل امان التزموا بالحجر الصحي الشامل زيد راهو تخرجوا الناس كل لازم تشد ديارها باش تفشي الوباء هذايا الكورب على الاقل تطيح شويه ونرجعوا لحياه عاديه ان شاء الله خلطنا كما قلت لكم للدقائق الاخرى دونك نعطيكم ريزلتا سونداج نتاع اليوم السؤال يقول الحجر الصحي الشامل يقرب بين افراد العائله خاصه الزوجين او بالعكس يعمل مشاكل
السونداج يقول 67% يقول ليه ما يقربش ويعمل مشاكل بيزار 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 شويه انه ما يقربش العباد سورتو كي تبداو فردار. بروفيتي وبروفيتي بامك بوك بروفيتي حتى بزوجتك بصغارك زيادة اللي في الدار راهو هاك شفتوا الدنيا فين يا خويا دالي هاك تشوفوا في النومبر نتاع الوفيات بالكورونا وتشوفوا الضغط اللي يعيشوا فيه التوانسه كل يوم. بروفيتيو بعائلتكم بوك وامك اختك خوك اللي في الدار تعرف عليهم حتى كان ما تعرفهمش بالكدي كان خدمه كانت هزت لك برشا وقت في حياتك تعرف عليهم توا راهو سي لو مومون سورتو اللي غدوه ومن بعد غدوه الحجر الصحي الشامل على تونس الكبرى وفي برشا ولايات اخرين الحجر الصحي الشامل دونك محصورين في الدار. وبالله لي زيماج اللي شفناهم على بياج مورنيغ راهو الحقيقه معناتها اللي ما عنده ما يعمل ماشي ما عنده ما يعمل راهو زايد يعطل في روحه يعطل في العباد اللي ماشيه تخدم غاديك سورتو يعطل في العباد اللي ماشيه تخدم وراهو قالوا لنا ما تنقلوش ما بين الولايات التزموا بالشيء هذا. شكرا لكم. 10:53 كالعاده في اخر الحلقه نحب نسلم على الفريق خليلو في الاخراج ميرسي بوكو سليم بن حمزه وايمان الملكي في الاخراج الرقمي في الاعداد مي وشيماء السكوحي والسويح شيماء السكوحي اللي كل يوم تكتب لنا كتيبة مزيانة وتهدي غنية للمستمعين. اليوم خونا مش دوبلكش ليه خونا عرعود ما نعطيهش الدوبلكش امبوسيبل يدخلوا بعضه التكست خونا عرعود باش يقرا لنا التكست نتاع غنية ليكم. في ولد المدام اخترنا انه كل يوم نكملوا برنامجنا بغنية وكل غنية وراها حكاية واليوم حكايتنا باش ترجع بينا للايام المزيانة الايام الطيبة واللي بالحب مليانة ايام الخير والبركة لا تخمم لا في الراضي ولا في التركة وقت يوجعك راسك تلقى روحك بين أهلك وناسك زمان صغير يلعب ويطير من غير خوف ولا جوجيم وقت الزربوت والبيس والعميل اللي ما تخطر على بليس زمان وقت كنا نقعد مخلطين وحتى من العقد متجردين الوقت يجري والدنيا تتجدد وتتبدل محليها كالأيام وقت اللي ما ترقد وتطمين كان وجارك فرحان وشبعان وقت الجار يخاف على جاره وكيما يخاف على صغاره أما خسارة قديش وليت مع الكورونا فمع بيد ما عاش تخاف على بعضها ومش هذا المطلوب على خطر المطلوب إنه نكونوا يد واحدة ونخاف على رواحنا وعلى بعضنا على خطر الفاتورة ما ندفعوها كان مع بعضنا الحكاية سهلة برشا ميسالش تفكر الحاجات المزيانة وقول يا حسرة أما خمم كيفاش نرجعوا للأيام ونخرجوا من الغسرة